البلاطه تاع البطاطا كيما دوكا تبدا السخانه في شهر رمضان تستعملي هذا الاطباق. انا يكون عندي حوالي رطل تاع البطاطا، هذاك الرطل تاع البطاطا نقيه كل، ومن بعد نقطعو مربعات الحبه تاع البطاطا نقطعها اون كات بليتو اون سيس ولا اون ويت، نديرها مربعات. كي نطيبها قبل نشرشمها شوي هكاك، ما تطيبليش حتى انت كيما نقولو حنايا تاع لا بيغي ولا تحرحر، تعود شاده روحها وكل. من بعد كي نطيب انا هذيك البطاطا قطعها مربعات نحطها الساع بجهه. واش نستعمل انايا لاصوص هذه تاع البطاطا؟ انا واش تكون عندي يا اختي سمينه، تكون عندي حبه تاع بصل، زوج سنينات ثاني نتاع الثوم، وتستعمل حوالي سبع بهارات. سبع بهارات، عندي قليل من الخل، عندي قليل من الليمون، وعندي كيما دوك الفلفل الحار، تاكلي الفلفل الحار، عندي الدبشه والمعدنوس وحبه نتاع طماطيش. واش نستعمل؟ نحكم انا المقله نتاعي نضيف فيها ساع بليتو المقله ندير فيها ساع كميه تاع الزيت، نقلي هذيك البطاطا تاعي نحمرها اختي ياسمينه، كي نحمرها نحطها بجهه. بعد واش نستعمل؟ نحكم مقله اخرى نضيف فيها هذيك الحبه تاع البصل اللي نقطعها مربعات صغار، زوج سنينات نتاع الثوم، الفلفل الحار ولا فلفل حلو يكون ثاني مقطع رقيق كله، نزيد هذيك الحبه ولا زوج تاع الطوماطيش نحيلها لابو تاعها ثاني ونطيبها نقطعها مربعات نضيفها في المقله هذيك، نقلي هذوك البصل مع الثوم وكل مع الفلافل اللي استعملتهم مع الطوماطيش. من بعد نستعمل البهار الكمون، ضروري الكمون، وزيدي حوالي ست بهارات، ديري كيما نقولوا حنا قزبر، راس الحانوت، الهيل، ديري زريعه البسباس، سبع بهارات ضيفيهم. من بعد واش نزيد نستعمل؟ نزيد نستعمل قليل من الزيت، نقليهم كامل مليح، كان شفتيهم نشفوا وكل. واش نستعملهم؟ انا واش قلت لك عندي حوالي ربع مغارف ولا ست مغارف نتاع الخل، وعندي ثاني ست مغارف نتاع عصير الليمون. وين نضيفهم؟ نضيفهم على الخلطة هذه اللي حطيتها راهي تطيب فوق النار وكل. من بعد نعاود نحي هذيك الخلطة، نحكم الناسيات للتزيين اللي حنحط لابريزونتاسيون اللي نحط فيها هذه السلطة، ونزيد نضيف اللي ما نسيتش حوالي زوج مغارف تاع معدنوس وزوج مغارف تاع دبشة، نخلطهم مع هذيك لاصوص وكل. نحكم ان بلا اوفال ولا اللي بغيتيه. نحط البطاطا هذيك اللي قليتها، ومن بعد واش نفرغ فوق هذيك البطاطا؟ نفرغ هذيك لاصوص اللي استعملتها تاع البصل مع فلفل حلو ومع الطوماطيش طابت وكل، هذه لاصوص نفرغها على هذيك البطاطا. هذه تستعمليها كيما دوكا اختي ياسمينه. واش نستعملها؟ نستعمل هذه السلطه مقبله. طبعا الكيفية تاعنا الأولى لهذا اليوم راح نعود نرجع لكم بعد بإذن الله. إذا نرجع لك سيدة فاطمة، وفي انتظار اتصالات المستمعين تاعنا نروحوا للكيفية الثانية اللي جبتي لنا. المرة اللي فاتت كنا مدينا طخت فخاز هكذا، اليوم ثاني نبقاو مع الفراز، لكن الفراز. اليوم جبت بسكوي غولي بالفخاز، يغير شوية اليوم جينواز. المرة اللي عقبت مدينا لا تارتو سيترون، بليتو لا تارتو فخاز بالعجينة المكسرات. أنا كنت غيرين البنات ونقول تارتو سيترون حيت لي فخاز كنتي مليحة. اللي يحبهم، نعم يحبهم بزاف. المقادير تاع العجين تاع بيسكوي غولي واش يلزم لي؟ يلزم لي ربع بيضات، 100 غرام سكر، 150 غرام تاع الفارينة، مغرف تاع قهوة نتاع ليكستري فاني. هاد المقادير بالنسبة لبيسكوي غولي. نعاود المقادير: ربع بيضات، 100 غرام سكر عادي، 150 غرام فارينة، مغرف تاع قهوة نتاع ليكستري فاني. هاد المقادير بالنسبة للعجينة نتاع لاجينواز تاع بيسكوي غولي. روحو واش حنستعملو في
لو بيسكوي رولي هذا. انا واش نستعمل كيما دوكا، نستعمل نعطيك نص كاس تاع لا كريم سونتي مع نص كاس نتاع الماء. نص كاس لا كريم سونتي بنص كاس ماء، وتكون عندي حوالي 200 غرام نتاع لي فريز. لا ديكوراسيون خدي ياسمين، بغيتي كيما دوكا بغيتي تكلاسيها كل اليكستيريور بالشيكولا، ولا كان بغيتي ديري حوالي كاس تاع لا كريم سونتي، ديري الحشو من الداخل ومن بعد ديري من برا للتزيين. طريقة التحضير كيفاه نحضر انايا هذا لو بيسكوي غولي. لو بيسكوي غولي هذا واش يلزم لي؟ يلزم لي انا كيما دوكا اللي تعود عندها البيتران تستعمل ربع بيضات كاملين مع بعضهم، اللي تعود بلو باتور تفصل البياض على الصفر. كان عندك الباتور نحكم الساع ان ريسيبيون، نضيف ثلاث بياض بيض نطلعهم كي الثلج ونحطهم بجهه. انا عندي هذوك الربعه صفار نضيف لهم 100 غرام نتاع السكر، نخدم مليح السكر مع الصفار. كان استعملتي في البيترا نضيفها كامل، نخلي حتى تزيد تطلع في الفوليوم كي تعود لي في البيترا. هذوك البيضه كامله زادت لي في الفوليوم كامل الكل. من بعد نولي نحبس انايا، ما نخدمش بالبيترا، نحكم انايا هذوك 150 غرام تاع الفارينه نضيف لهم ليكستري فاني، نحكم تدريجيا نقسم هذيك ال 150، نضيف كيما دوكا المغرف الاولى، نزيد الثانيه الثالثه تدريجيا، ما نطيحش انا هذاك الفوليوم تاع العظام تاعي كله. بعد واش نستعمل؟ كي نخدمهم مليح دائما نضرب في الجناب، ومن بعد نولي الوسط في الجناب وفي الوسط في الجناب وفي الوسط حتى نكمل نخدم لا جينواز نتاعي. كي نخدم لا جينواز تاعي عندي انايا ان بلاطو اللي يروح للكوشه، واش نفرش له؟ نفرش له البابي بابي كويسون كل. كي نفرش له البابي كويسون كل، نفر نلوح هذيك لا هذيك لا بات تاع لو بيسكوي في لو بلاطو كل، تكوني مشعله لو فور درجه الحراره 180. من بعد نرمي في الفور هذيك لا جينواز نتاعي. كي نشوفها ولات دوغي ما خليهاش حتى تولي بزاف طيب بزاف، نشوفها صفارة الكل، نولي نحي انا هذاك لو بيسكويت غولي نولي قصه. من بعد واش تحكمي؟ احكمي له تي هكاك بلو بابي كويسون، ديريه في اون سيرفيات ولا حاجه باش يحكم لك لا فورم تاع لو غولي تاعي. من بعد حطيت انايا يا او ميم طون تزيد تبرد لي هذيك لا بات تاع البيسكوي غولي. نحكم انايا عندي قلت لك كيما دوكا اللي حتستعمل لا ديكوراسيون من الفوق تغلفي بالشيكولا غلفي، لي باغية تستعمل كل لا كريم سونتي اشري كيما دوكا حوالي 200 غرام تاع لا كريم سونتي، اكيد كيليها تجي كاس. من بعد هذاك الكاس تاع لا كريم سونتي نزيد نضيف له كاس تاع ماء بارد. هي كاينين اخرين تقول لك انا نشتي نستعملها بالحليب، بالحليب تجيك حلوه بزاف، دونك طلعيها بالماء باللو باتور ولا في البيترا تطلع لك مليح هذيك لا جينواز بليتو لا كريم سونتي تاعك. عندي انا تاني كميه تاع لي فريز، لي فريز هذوك تاني ننظفهم مليح، نغسلهم ونشفهم ومن بعد نقطعهم مربعات صغار، نخلي حوالي ثلاثه ولا اربع حبات لا ديكوراسيون. من بعد واش نستعمل؟ نحكم انا هذاك لو بيسكوي غولي تاعي، نحيلو لو بابي ونحطو فوق لا طابل. من بعد نحكم قليل من لا كريم شانتي هذيك، نفرشها الانتيريور في لو بيسكوي غولي تاعي، ومن بعد نحكم كميه هذيك تاع لي فريز نحطهم فوق لا
بليتو فوق لا كريم شونتي هذه نعاود لهوت لو بيسكوي رولي تاعي. انا قلت لك كان باغيه خلي نص تاع لا كريم شونتي بعد نغلفها بها كامل، ومن بعد كي نغلفها كامل عندي انا ثلاث حبات ولا اربعه نتاع لي فريز نخليهم بلا تيج هذيك نتاعي نحطهم كوم ديكوراسيون. كان باغيه تكلاسي بالشوكولا احكمي حوالي 250 غرام نتاع الشيكولا ذوبيها وكل، من بعد حطي هذاك لو بيسكوي غولي تاعك فوق انكغي ولا كلاصيها كامل بالشوكولا. وثاني زيدي حكمي خليتي هذوك ثلاث حبات ولا اربعه نحطهم فوق الوجه نتاع لو بيسكوي غولي تاعي، نزيد نذري قليل من السكر كلاصي نحطها في الثلاجه تبرد مليح. وانتي درتي بيسكوي غولي تاعك وان شاء الله كل سيده تنجح فيه وخير من اللي تروح تشريه من برا وكل تخدمه في البيت. شكرا سيده فاطمه بارك الله فيك. نروحوا الان للانشغالات الاخت كريمه اللي هضرت على الحميص بغات كميه كبيره. هي شوفي الحميص كاين قدام الطريقه، كاين الحميص تاع لاكوكوت، كاين الحميص المشوي ثاني، كاين الحميص المشوي كيما دوكا كان حتستعملي نتاع لاكوكوت تنجمي يعني تخبيه حوالي في الكونجيلاتور 15 يوم. بصح المشوي هذاك يجي ثمثم ما يطولش يستهلك مباشرة، يستهلك مباشرة كما قلتي. كان تاع لاكوكوت واش تستعملي؟ احكمي الفلفل الحلو هذاك نتاعك قطعيه قطعي نظفي قطعي كيما دوكا بغيتي شرايح رقاق ولا دي روندال يكونوا رقاق. نحكم انا ندير نص كاس تاع الماء نص كاس نتاع الخل ونحط هذاك الفلفل نتاعي نقفل عليه لاكوكوت 15 دقائق نولي نحيه نحطه في كاس يكتر خلاص من هذاك الماء والخل. من بعد هو يبرد خلاص احكمي كان بغيتي دي ساشي تاع لاكونجيلاسيون لوحي الكميه اللي حتستعمليها كيما دوكا هذيك الكميه نجبد تاع الفلفل هذيك. بعد واش نستعمل؟ نحكم حبه تاع طوماطيش لهذا الحميص تاع لاكوكوت، نحكم زوج حبات تاع طوماطيش نغلي كميه تاع الماء ونلوح هذوك الزوج حبات تاع الطوماطيش حوالي 5 ل 10 دقائق. من بعد نولي فاسيلمون تنحلي هذيك القشره لابو نحكم نعصرهم مليح نحي لهم هذاك الجو تاعهم نقطعهم مربعات صغار. ثاني اشوي راس زوس راس صغير ثاني تاع الثوم ربي الثوم وديري الزيت والخل. بعدا كان استعلي تحب تاكل زيت الزيتونه استعملي الزيت والخل ولا الزيت والعصير الليمون شويه تاع الملح. كان تاكل يعني قلت لك الحميص خلطي شويه حار وحلو. هذا هو الطريق تاع الحميص هذا اللي يقعد لك مدة طويلة. كان الاخر اللي يتشوى في الفور ولا يتشوى على النار على الفحم ولا الطابونة ولا هذاك انا جي بريفير استعمليه في هذيك اللحظة وكوليه. كيما دوكا جينا رمضان اللي هو حي استعملي كل نهار شوطي شوي كان حتستعملي تاع لاكوكوت هذا راهو يعني يقعد مدة طويلة. طيب نروحوا الان شربة فريك بسرعة سيدة فاطمة. شربة فريك يعني باش تجيك انت شوفي هي على بالها كيفاش ديرها اكيد لكن شو ما تدابير هي شوفي ماشي بالجهه مليئنا يعني جاري واش تستعملي كيما دوكا جينا رمضان اللي هو حي وكل التوابل هما رسمي. أيوة. توابل كيما دوك اشري رطل نتاع كيما نقولوا حنايا الكسبر ولا اشري كسبر حب هذاك الكسبر نقيه مليح ومسحيه مليح سخنيه برك في مقلة جهد ما مش تقليه كيما نقولوا سخنيه هو يسخن مليح. كان عندك الرحاية تاع كيما نقولوا حنا اللي ترحي القهوة وترحي هذاك ارحي هذاك الكسبر تاعك. كان شريتيه مرحي كيما ذكرت الكسبر بحوالي 100 غرام تاع زريف البسباس هذا ما تستعمليه في الشربة تاعك كسبر وزريعة البسباس هادو هما. تزيدي ديري كيما نقولوا حنا الفلفل الحار الاحمر هذاك حبه تاع الطوماطيش شويه تاع دبشه مقطعه رقيقه سنينات نتاع الثوم
هادو كل تاني مغرف تاع دبشة تكون مقطعة رقيقة وكل مع البصل وكل هادو نقليهم مع صديقهم كل واحد ومقدوره مع اللحم ولا الدجاج نقليهم شوية. كي نقليهم وكل أنا ما نستعملش الطماطم نتاع المصبرة على الأول نقلي بتاع الحب نقلي بتاع الحب وكل مرابية وكل من بعد وش تستعملي زيد يضيفي نص كاس الماء تقلى هذيك القدرة تاعك يعني صدقيني أختي ياسمين راهي تعود واحد الريحة طيبة كل كي تشوفي اللحم تاعك بدا يدخل له الطضيان أما رقي قيس ما تبغي ضيفي كما مديت لكم كيف تحضري الطماطم في نتاع الحب كيف ترجعيها كونسونتري وكل انتيا لازم اشري علبه تاع الطماطم على الاخر روحي نص مغرفه تاع الطماطم المصبره اللي تباع ومن بعد زيدي كملي بالطماطم اللي درتيها مصبره في البيت وكل من بعد واش نضيف نضيف حوالي نص فنجان ولا فنجان نتاع الفريك معاه قرن فلفل اخضر ونخلي هذيك الشوربه تاعي يعني لبا يعني الله يبارك الشربه تجي متوله وتجي خاثره ماشي في رمضان يعني من الثوابت ومن الاساسيات. نروحوا الان مباشره لماكارون قلت لها لماكارون انني مديت لك المقادير وش هو لماكارون كي تخدميهم خليهم حوالي زوج سوايع ثلاث سوايع تروحي حتى ربع سوايع كي تشوفيهم لا كروت دارت هذيك القشره من الفوق في الحبات نتاع لي ماكارون تاعك تسمى لي ماكارون تاعك ام ناجحين. هذا الاخت شكيت لي ماكارون تاعها ولوا طلقوا انا مديت لك المقادير استعملي المقادير اللي عطيتهم لك وكل من بعد خليهم قد ما ينشفوا لي ماكارون تاعك راهم ينشحوا 100%. نعم شكرا سيده فاطمه يعطيك الصحه.